نحن اليوم متواجدين في جراج الكرامة، وهو يعتبر القلب النابض لحافلات مركز النقل المتكامل. طبعا من بداية الجائحة تقريبا نحن عندنا في دولة الإمارات كان من شهر 3، في منتصف شهر 3 كان مركز النقل المتكامل بالتعليمات من القيادة العليا كنا جاهزين للتصدي للفيروس بإجراءات احترازية وقائية. طبعا نحن شفنا مدن كثيرة في العالم علقت النقل بالحافلات ليحدون من انتشار الفيروس، ولكن نحن لا، نحن حطينا خطط لمحاربة هذا الفيروس وتقليل انتشاره. فتمثلت هذه الإجراءات اللي هو بتعقيم الحافلات بعد كل رحلة، حيث أن السائق تم إعطائه معدات التنظيف والتعقيم فقام بتعقيم الحافلة. كما زودنا الحافلات بكمامات في الفترة الأولى، هذه نحن نتكلم عنها كانت أول 3 شهور، يعني من شهر 3 إلى شهر 6 وفرنا كمامات، وفرنا اللي هو مواد تعقيم اليدين للركاب نفسهم، وضعنا اللي هو علامات للتباعد للركاب، بحيث أن قللنا اللي هو السعة الاستيعابية للحافلة، حيث إذا الحافلة كانت تشيل تقريبا 70 صارت تشيل اليوم 15، بحيث أن نعمل ونخلق اللي هو التباعد الاجتماعي. طبعا مع الوقت صار في طلب كثير على النقل بالحافلات بعد ما شافوا الناس أن في إجراءات مركز النقل المتكامل يالس يتبعها، فزدنا عدد الرحلات يعني نتماشى مع الطلب اللي موجود من قبل اللي هم مستخدمين وسائل النقل بالحافلات. كما يتم تعقيم الحافلات يوميا تعقيم نحن نسميه اللي هو عميق، بنستخدم فيه مواد التبخير، هذه المواد تصل إلى جميع أجزاء الحافلة تحت الكرسي، المناطق اللي هو في الروف، في التكييف، فالحافلة تكون في اليوم الثاني جاهزة 100% معقمة، ويبقى على السائق اللي هو التعقيم العادي، تعقيم اللي هي مكينة الاستخدام اللي هي التعرفة المرور للتعرفة اللي تستخدم لحساب تعرفة التنقل، وكما يتم تعقيم المداخل والمخارج، يتم تعقيم أعمدة الباص اللي هو عادة الناس تكون أكثر استخدامها بحيث أنهم يمسكون في الحافلة في وقت الحركة وقبل النزول. جميع سائقين الحافلات وسائقين مركبات الأجرة يخضعون اللي هو لعملية فحص كورونا شهريا في جدول موجود بالتعاون مع شركة صحة، يتم فحص جميع السائقين وتأكد من سلامتهم. كما تم تعقيم عدد 4000 سائق من سائقين الحافلات ومن سائقين مركبات الأجرة، طبعا تم إعطاهم اللي هو بعض التعريفة عن هذا التعقيم وشو فوائد التعقيم ورش تعريفية لهم، وإن شاء الله العدد إن شاء الله بيزيد. عدد الحافلات اللي تعقم يومياً 769 حافلة. رسالة لمستخدمي الحافلات، نتمنى من جميع مستخدمين الحافلات اتباع الإجراءات، إجراءات الوقائية من دخول الحافلة وإلى النزول منها، بحيث أن لا تكون في تجمعات داخل الحافلة نفسها. ويوجد اللي هو تعليمات على الحافلة أو على المقاعد يرجى اتباعها، ونتمنى لهم رحلة سعيدة.